الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. الموضوع اللي عاوز أكلمكم فيه، فلتكن مشيئتك، دور الله ودور الإنسان في موضوع لتكن مشيئتك. ساعات واحد يقول إيه، طب ربنا ما يمشي كلامه وخلاص ويدخلنا السما غصب عننا وخلاص، وفي واحد تاني يقول لا، ربنا ما يتحكم فيا زيادة ليه، طب أنا ما كنتش عاوز التجربة دي، هو كده فرض عليا ظروف معينة. ففي عندنا اكستريمز كده، في ناس تقول ربنا المفروض يزقنا بالعافية ويدخلنا السما كلنا، وفي ناس تقول ليه ربنا يخلقنا في الظروف دي أو يفرض علينا التجارب دي. عاوزين نعرف بالظبط إيماننا الأرثوذكسي الإنجيل الكتابي بيقول لنا ربنا بيعمل إيه والإنسان بيعمل إيه، لأنه الحتة دي مهم نفهمها ونظبطها. دور ربنا عادة بنسميه النعمة، ودور الإنسان عادة بنسميه الجهاد، عشان برضو نبسط المسائل. أي حاجة بيعملها ربنا بنقول عليها النعمة، يعني ربنا خلقنا دي نعمة، ربنا ادانا عقل نعمة، ربنا مدي صحة دي نعمة، ربنا فدانا دي نعمة. أي حاجة بتعملها كإنسان بيسموها اجتهاد أو جهاد، يعني دورك، صلي ده اسمه جهاد، صوم ده جهاد، تسامح أخوك ده جهاد، تقرأ الإنجيل ده جهاد. الحقيقة عندنا في الفكر المسيحي المظبوط في توازن شديد جدا بين دور الله ودور الإنسان، يعني احنا بنأكد ان ربنا له دور، وبنأكد بنفس الدرجة ان الانسان له دور. عندنا شعار كده واحد من القديسين قالوا الله الذي خلقك بدونك لا يقدر ان يخلصك بدونك، يعني ما ينفعش تروح السماء الا لما تمد ايدك في ايد ربنا. ربنا شوفوا هقول ايه، ما يقدرش يدخلك السماء غصب عنك. ليه؟ ليه ما يقدرش مع انه كل القدرة؟ لانه اداك حرية ارادة فما بيرجعش في كلامه. بدل ربنا خلق الانسان على مثاله يعني حر، فلو الانسان قال له لأ يسكت ربنا، حتى لو ده مش رغبته يسكت ويزعل ويفضل يحاول تاني ويحايل تاني مرة واثنين وعشرة، في الاخر يقول له خلاص انت حر، انت يا انسان حر، ومش هرجع في كلامي، انا خلقتك حر. ساعات يحصل ايه، بصوا للميزان ده، ايه اللي حصل هنا؟ في ناس ساعات تركز قوي على دور النعمة وتقلل شوية من دور الجهاد. يحصل ايه في الحالة دي؟ يعني في ناس تقول ربنا 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 وتقول الانسان ده ملوش دور. لما يتضخم دور الله في التعليم او في التفكير يحصل مفهوم خطأ، يعمل إلحاد. فكرة عند الجماعة الأجانب ساعات يسموها إيه؟ الحتمية. يعني إيه؟ يعني مفروض علينا كل حاجة، يبقى أنا ملياش دور. ربنا لو عاوزني كويس هبقى كويس، عاوزني وحش هبقى وحش. ده لأنه دور ربنا كبر قوي، فيبقى الواحد يتهيأ له إنه خلاص. عارفين دي موجودة زي إيه؟ زي ما تقول لواحد مش هتيجي تصلي معانا، يقول لك لما ربنا يريد. ربنا يريد؟ طب هو ربنا عاوزك تصلي، ايه اللي لما ربنا يريد؟ مين قال ان ربنا مش عاوز انك تصلي؟ لا، هو عاوز من دلوقتي. يبقى دي شماعة، فاهمين ازاي؟ يا حبيبي بطل السجاير، يقول لما ربنا يريد، ما هو يريد. انت كده ايه، بتحمل على ربنا تحميل مش مظبوط. المهم انت تريد، ان كان عليه هو يريد. سامح اخوك لما نبقى نشوف بعدين، لما ربنا يريد. لا، هو يريد بس انت لا تريد، المشكلة هنا. فهنا يبقى الحتمية يعني واحد مستسلم، أو التواكلية يعني الواحد يقول لك ربنا يغيرني. يغيرك من غير ما تحاول؟ يصلحك من غير ما تصلي؟ طب مش هينفع، مش هينفع، لازم تعمل حاجة. وده اللي وصل يا جماعة الناس إلى إلحاد. ليه؟ أحيانا كانوا يكلموا عن ربنا زيادة قوي، لدرجة الناس تفتكر إن ربنا عشان موجود الإنسان اتلغى، أو الإنسان لا دور له على الإطلاق. ففي ناس كرهت الصورة دي،
جماعة سارتر وماركس والناس بتوع الإلحاد بتوع القرن العشرين دول، دول رفضوا صورة غلط عن ربنا. مثلا ما رفضوش ربنا نفسه، ربنا حلو، إنما لما بيقولوا لهم ربنا هو اللي عمل كده، ربنا هو اللي قصد كده، ربنا هو اللي عاوز كده، يوه زهقوا من ربنا، لأن تقدم لهم ربنا بصورة غلط، كأن الإنسان لا دور له، فكفروا بربنا. طب تعالوا نعكس، ماذا لو ركزنا جدا على صورة الإنسان، دور الإنسان، وقللنا جدا دور نعمة ربنا، إيه اللي يحصل؟ لو قعدنا نقول أنت يا إنسان لازم تعمل، لازم تسوي، أنت تقدر، أنت تحاول، أنت مفروض، أنت، يحصل إيه؟ أول حاجة تحصل الواحد يجيله اكتئاب. ليه؟ لأن أنا مش عارف أغير نفسي، لأني أنا مش قادر. أنا وأنتم كلنا دايما في لحظة بنحس أنا مش عارف، مش قادر، أنا عاوز بس مش قادر، دي طبيعية لأني محدود. فلو فضلت يطلبوا مني يطلبوا مني يطلبوا مني وكأن ربنا معلوش دور، أنا كده اتعقدت، أنا كده تعبت، لأني أنا مش قادر لوحدي. أو يجيله إحساس إن لوحده في الدنيا دي، زي العيل الصغير اللي سبناه في أوضة ضلمة أول مرة، يخاف، يحس بوحدة فظيعة. فلو اتلغى ربنا ودوره، يبقى أنت مسؤول عن كل حاجة، دي حاجة مرعبة. أنت مسؤول عن الماضي والحاضر والمستقبل وولادك، وإحنا ما نقدرش على كده، الإحساس ده مزعج جدا. وبرضه تضخيم دور الإنسان يوصل الناس للإلحاد. ليه؟ يبقى ربنا هو الإنسان، أو الإنسان بقى ربنا، بقى الإنسان بيعمل كل حاجة، فإيه الداعي لربنا؟ ودي موجودة عند الجماعة الغربيين ساعات، لما من كتر العلم والرفاهية يقول لك أنا مش محتاج ربنا، ربنا يعمل لي إيه؟ الفلوس تعمل كل حاجة، والمخ يعمل كل حاجة. هنا تضخيم دور الإنسان خلى ربنا كأنه اتلغى. كمان لما الإنسان يكبروه قوي يحصل إيه؟ الناس تاكل في بعض. ما هو أنا ينتبه خلاص ربنا طلع من الموضوع، فيبقى كل واحد عاوز يعيش على حساب الناس، فتبص تلاقي الناس تاكل في بعض. وأغلب حروب القرن العشرين ولدت مع الإلحاد. اللي يدرس فلسفة الحروب يلاقي إن الحروب دي الناس بتاكل في بعضها، لأن ربنا خد جنب، فبقى كل واحد بيقول أنا موجود، فالوجودية دي خلت ربنا بره، يبقى الناس تموت في بعض، كل واحد يثبت وجوده بطريقته. نرجع تاني ونقول الفكر الكتابي المظبوط هو ما نسميه السينرجيزم أو الانسجام أو التوافق أو المصالحة. ربنا له دور وأنت ليك دور، ما ينفعش ربنا يشتغل لوحده. ربنا من احترامه للبني آدم قال له حبيبي أنا هحط إيدي في إيدك، طول النهار بسطت يدي مستني اللي يحط إيده في إيدي، إلى شعب معاند ومقاوم لو مش عاوز أنت حر. يبقى في توافق بين النعمة وبين الجهاد. زي إيه يا جماعة عشان أبسط؟ أقول لكم شوية تطبيقات بسيطة. واحد يقول أنا مش بفهم الإنجيل، نقول له إيه؟ نقول له طب اقرا. قال له ما انا بقول لكم مش بفهم. نقول له طب معلش اقرا. لما يحاول يفهم يحصل ايه؟ النعمه تخليه يفهم. يحاول يفهم يعني ايه؟ يعني بجهد. واخدين بالكم؟ يقوم نعمه ربنا تنور عقله. واحد يقول ما بعرفش اصلي. نقول له طب صلي. صلي يعني حاول. لما يجاهد يصلي النعمه تديله روح الصلاه. واحد بيقول مش عارف اسامحه. نقول له طب حاول تسامح. لما يجاهد انه يسامح ياخد خطوة يلاقي ربنا ماشي 10 خطوات، النعمة تفتح قلبه وتديله محبة. فكل حاجة في الحياة الروحية هي عطية يعني ربنا، ووصية يعني انسان. تقولوا الايمان عطية ولا وصية؟ الحقيقة الايمان عطية لان ثمر الروح ايمان، والإيمان وصية لأنه بيقول إن لم تؤمنوا لا تأمنوا، يبقى وصية. آمنوا، الكتاب بيقول كده. المحبة وصية ولا عطية؟ محبة الله انسكبت، دي نعمة في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. أحبوا بقت وصية. يبقى كل حاجة في حياتنا ربنا عليه دور وأنا عليه دور، ودوري مش ضخم قوي زي ما الناس فاكرة، لأن ربنا هو اللي بيكمل ضعفنا، يقول قوتي في الضعف تكمل، يعني أي حاجة ناقصك أكملها، بس مد إيدك معايا.
شوف شوية آيات تأكد الفكر. يقول هكذا قال رب الجنود ارجعوا إلي، يقول الرب ها أرجع إليكم. خلي بالكم ارجعوا ده دورنا، أرجع ده دور ربنا. يبقى محدش ممكن يرجع لربنا يعني يتوب إن ما حاولش يتوب. أنت خد خطوة، الابن الدار راجع، أم الأب طلع من البيت جاري وخده في حضنه وباسه، إنما ما كانش هيطلع من البيت جاري إن ما كانش ياخد موقف ويقدم ويقرب. يقول افهم ما أقول، دي عطية ولا وصية؟ افهم تبقى إيه؟ تبقى وصية. يعطيك الرب فهما، عطية. شوفوا في آية واحدة يقول افهم يعطيك، يبقى الاتنين يمشوا مع بعض. حاول تفهم ربنا يفهمك. آية واضحة تاني يقول من له سيعطى ويزداد، من ليس له الذي يأد يؤخذ منه. يعني اللي له أي حاجة، اللي له محاولة، اللي له قراية، اللي له جهاد، اللي له صلاة، يعطى ويزداد. اللي ما عندوش ولا حاجة خالص، ما بيعملش حاجة خالص يعني، يبقى اللي عنده هيروح منه. طيب هنا معناه ان حسب ايماننا يا جماعة الله يريد ويستطيع ويعمل. يعني ايه؟ ربنا له ارادة طبعا، الله يريد ان الجميع يخلصون، الله يستطيع طبعا، الله قادر على كل شيء، الله يعمل طبعا، الله في حركة عمل دائما. اللي موقف الثلاثة دول مين؟ البني آدم. شوفوا قد ايه بقى مشكلتنا. ليه مشيئة ربنا ما بتحصلش على طول؟ الله يريد ان الجميع يخلصون، لماذا لا يخلص الجميع؟ عشان الانسان مش عاجبه، فاهمين؟ الله يريد ان العالم كله يبقى فيه سلام، ليه ما فيش سلام في العالم؟ عشان البني آدم مش عاجبه السلام. الله يريد ان الناس كلها تحب بعض، ليه الناس مش بتحب بعض؟ ان البني ادم مش عاوز يحب اخوه. فكون ربنا يقدر ويحب يريد ويعمل، لكن هو ربط نفسه بحكايه اراده الانسان. الانسان بقى في المقابل يريد ايضا ويستطيع ايضا ويعمل. من هنا شوفوا الانسان على صوره الله ومثال. الانسان ايضا له اراده حره، وله قدره ولكن محدوده، وله عمل ولكن محدود. لكن الإنسان واقف لربنا في حاجات كتير قوي. إذا لما تقول لي تكن مشيئتك، يعني إيه؟ نفسي يا رب تبقى إرادتي زي إرادتك، نفسي أعمل اللي أنت عاوزني أعمله، نفسنا نتقابل في النص. أنت عاوزني أتوب أقوم أنا أتوب، عاوزني أحب أقوم أنا أحب، عاوزني أسامح أسامح، عاوزني أصلي أصلي، عاوزني أخدم أخدم، عاوزني ما أفكرش في الدنيا مش أفكر في الدنيا. هنا حصل إيه بقى؟ تلاحم بين إرادتي وإرادة ربنا، تزاوج، انسجام. لأني بعمل الخطوة اللي هو نفسه أعملها، يقوم هو يعمل عشرة بقى. من هنا تيجي فكرة أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. يعني أنا بعمل حاجة يقوم يقويني أعمل بها كل حاجة. آية تانية تقول الله هو العامل فيكم أن تريدوا. يعني لو اديت لربنا فرصة حتى الإرادة تتقوى. يعني لما تقول له يا رب خليني أحبك، أنا ما عنديش إرادة، خليك تحب، كرهني في الشر يكرهك في الشر. يبقى الله هو العامل حتى في الإرادة، يعني يزق الإرادة زق، بس لازم في الآخر يبقى لك دور. هنا نرجع تاني للنص اللي درسناه، أنا الكرمة وأنتم الأغصان، الذي يثبت فيا وأنا في هذا يأتي بثمر كثير، لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيء. يبقى دايما يا جماعة ما تحملوش على نفسكم زيادة، وما تحملوش على ربنا وتلغوا دوركم. تاني، ما تحملش على نفسك زيادة. تيجي تقول أنا مش عارفة أتغير، طب وماله عادي، ما أنت فعلا إنسان ما تقدرش تغير في نفسك حاجة، حمل على ربنا قول له غيرني. لكن كمان ما تحملش على ربنا لدرجة ما تعملش أنت حاجة، لا، تبقى قلبت الموازين. مجرد انك بتقول له غيرني اهو دور، يبقى انت بتعمل حاجه برضه. فيقول بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيئا، يعني يبقى لازم تفعل شيء لكن بمعونه الهيه. اللي ما يثبتش فيا يطرح خارجا كالغصن فيجف، ويجمعونه ويطرحونه في النار فيحترق. قضيه مهمه بقى،
إذا الله يريد وأنت تريد، ونتاج الاثنين دول هو اللي هيحدد مصيرك الأبد. من ناحية ربنا، ربنا مش عاوز غير أنك تبقى معاه في السماء، دي إرادة ثابتة ما بتتغير، معلنة في الإنجيل. الله يريد أن الجميع يخلصوا، وبهذه الإرادة ربنا بيتعامل معنا طول حياتنا على الأرض، من ساعة ما الواحد بيتولد لغاية ما بيحط رأسه. ربنا ملوش غير رغبة واحدة بس، أنك تدخل السماء، ويعمل كل حاجة في حياتنا لحساب الرغبة دي. يضيق عليك في وقت، يفك عليك في وقت، يطبطب عليك في وقت، يشد عليك في وقت، يقفلها في وشك في وقت، يفتحها في وشك في وقت. كل ده ليه؟ عشان هو عنده إرادة اسمها إيه؟ يخلصون ومعرفة الحق يقبلون. يبقى ربنا خط مستقيم كده. مشكلة الخط بتاعنا احنا بقى، ساعة تقول أمشي مع ربنا وساعة تقول أمشي لوحدي. احنا بقى اللي نطلع وننزل، نطلع وننزل. مشكلة عندنا احنا مش عنده، من ناحيته هو دائما يريد خلاصنا، تغيرش أبدا. مشكلتنا مش دايما احنا نريد خلاصنا، مش دايما مركزين في اللي ربنا عاوزه. ساعات نشتهي حاجات كثيرة ونريد حاجات كثيرة. تبان قوي لما المسيح بكى، من المرات القليلة اللي اتقال على المسيح بكى، عيط، قال يا أورشليم يا أورشليم كم مرة أردت وإيه ولم تريد. خربت. خربت ليه بس؟ خربت لأن أردت الإنسان خربتها. فاهمين إزاي؟ مش ربنا. حين يهلك إنسان، هذا الهلاك هو اختيار الإنسان مش اختيار ربنا. هنا عاوز احكي لكم عن شخص كان ملحد وله كتب اجنبيه جميله قوي. الراجل ده اسمه سي اس لويس، مستر لويس، اللي عمل الفيلم اللي اسمه نارنيا بتاع الاسد ده، عارفينه فيلم الاسد؟ تتفرجوا عليه، فيلم حلو. لويس كان ملحد وكان دايما بيدرس موضوع الاراده ده، دور الانسان ودور ربنا، وهل احنا مخيرين ولا مسيرين. فقالها بطريقة جميلة قوي في الآخر بعد ما آمن بقى. قال العالم ده، الدنيا دي كلها فريقين اتنين بس، ناس بتقول لتكن مشيئتك، دول رايحين السماء، لأن طول ما بنقول لتكن مشيئتك يقول أنا عاوزكم معايا في السماء، خلاص بنقول له احنا عاوزين اللي انت عاوزه، خلاص سهل. لو فضلنا نقول لتكن مشيئتك بقلبنا يعني بجد، يعني زي المؤتمر ده، هنروح السماء، لأن هي مشيئته واضحة، يريد أن الجميع يخلصون. وفريق تاني في الدنيا، ربنا من غلبه في الآخر يقول له إيه؟ لتكن مشيئتك. فهمت حاجة؟ أقولها تاني. النص الأولاني سهل، إحنا كناس غلابة على قدنا، ضعفة وخطاة وملصمين، بس تعلمنا من ربنا يسوع كلمة مهمة أوي، بقينا نقول له إيه؟ لتكن مشيئتك، يعني مشي اللي أنت عاوزه، لا مشيئتي بل مشيئتك، عذبني بس خدني السماء، بهدلني في الدنيا دي بس ايه خليني معاك للابد، انا عاوزك تعمل اللي انت عاوزه، يعني اللي تشوفه يا رب. اللي بيقول لربنا اللي تشوفه يا رب، يا بخته هيدخل السماء. في ناس تانية ربنا مش موجود في حياتهم، فربنا يفضل يحايلها طول حياتهم، وهو مصرين يعملوا مشيئتهم، مزاجهم، ماشيين غلط، مختارين غلط، محودين غلط. فيفضل ربنا طول الوقت يقول له حبيب طب عشان خاطر، طب حاول، طب مفيش. يجي على اخر عمره يقول له ايه؟ لتكن مشيئتك يا انسان، انت اخترت تبعد عني وانا ما اقدرش اجبرك، وبدل بعيد عني السكه كده جهنم. فهمتوا الفكره؟ فيا اما نقول لربنا لتكن مشيئتك، يا اما هو اللي هيقول لنا لتكن مشيئتك تبقى وعدنا. ايوه مش كويس. ده اللي حصل مع اورشليم. تاخدوا بالكم 1500 سنه من موسى للمسيح ربنا بيحاول معاهم يعدلهم يتوبهم، لغايه ما جه اليوم اللي قال ايه؟ كم مره اردت وانتوا اللي ايه؟ لم تريدوا، فلتكن مشيئتكم هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا. مش ده اللي انتوا عاوزينه؟ اطلع انا منها كربنا، انا طلعت خلاص. لما ربنا يطلع تبقى خربانه خربانه. فهمتوا الفكره؟ فير، صح، حق وعدل من ربنا انه يفضل يحاول وبعدين خلاص يقول انت حر يا انسان. يبقى الواحد لما يقول لتكن مشيئتك فيها خلاص،
يقولها من كل قلبه، يبقى متمسك بيها، يا رب ما تسيبنيش امشي ورا مزاجك، اعمل معروف، ما تخلينيش اعند، مشيني على مزاجك انت، انا واثق في ارادتك مش واثق في ارادتي، انا بختار غلط، انت ما بتختارش غلط، انا يمكن اختار الراحة واهرب من الباب الضيق اروح جهنم، اختار لي انت باب ضيق ادخل منه مفيش مشكل، حتى لو اتزنقت شوية بس انت ايه مختار لي صح. يقول طول النهار بسطت يدي الى شعب معاند ومقاوم. بسطت يدي دي لسه كنت بقول لكم ليها معنيين، يا بسطت يدي كده لما جده يفتح ايده كده معناها ايه؟ الطفل المفعوص ده يجري ويدخل، انما وقف يبص له كده ايده في وسطه، طب هيعمل ايه؟ الناس بقت الناس نوعين، ناس ربنا يفتح لهم دراعهم كده، دراعه قد كده يجروا عليه يفرحوا، وناس ربنا يفتح احضانه يبصوا له كده باستهتار، حطوا ايديهم في وسطهم هيعمل ايه؟ او يبسط ايديه يعني يعمل كده خده، في واحد يجري ياخد، وفي واحد يقول له ربنا خد، برضه يفضل يبص له كده مش عاوز، مش عاوز خلاص، مش عاوز سلام، مش عاوز غفران، مش عاوز سما، انا عاوز ارض خلاص. بسطت يدي ما فيهاش جبر، ما فيهاش ضغط، ربنا يفتح ايديه، اللي عاوز يدخل حضنه ماشي، اللي عاوز ياخد من ايده ماشي، انما ما بيتحطش ايده بالعافية. الله يريد وانت تريد، برضو خدناه في حتة ايه، ماذا يصنع لكرمي وانا لم اصنع له، عملت كل اللي علي، فعلا ربنا يبقى امينا، يعني عمل كل اللي عليه واكتر. طب لماذا اذا انتظرت ان يصنع عنبا صنع عنبا رضيا، يعني عمل مزرعة حلوة وحط فيها برج وجاب فيها مزارعين وسقاها بالمية وصورها بصور وقضب كل حاجة، وبعدين مستني مفيش حاجة كويسة، فربنا يعمل كل حاجة حلوة في حياتنا عشان بس نتوب نحب ونقرب نجاهد نحاول، تبقى كده مشيت صح. من هنا نفهم يعني ايه خطية. الخطية ببساطة معناها الخروج عن خط إرادة الله، يعني ربنا عاوزك كده انت عملت كده، دي اسمها خطية. اي خطية عبارة عن ايه، ربنا عاوز حاجة وانت مرضتش تعمل، هي دي اسمها خطية. يعني لو ربنا عاوزك تصلي وانت نمت اسمها خطية لانك ما عملتش ارادة الله. ربنا عاوزك تحب اخوك وانت بتكرهه خلاص بره الخط. ربنا قال لآدم كل زي ما انت عاوز، بلاش الشجرة دي، كلم الشجرة دي، يبقى ما عملش اللي ربنا عاوزه. فبالتالي لما بنقول له لتكن مشيئتك، هي بالظبط معناها ما تخلينيش اغلط، لان كل لما بكسر مشيئتك بعمل خطيه، والخطيه بتفصلني عنك، ببقى ماشي بهوايا ماشي بمزاجي. عشان كده عند الرهبان تعبير كده يقولوا ايه، اقطع هواك. ايه اقطع هواك دي؟ اقطع هواك يعني ما تمشيش ورا دماغك مع ربنا، ما تعملش اللي في مزاجك، شوف ربنا عاوز ايه واللي مع ربنا عاوزين ايه، اللي تبع ربنا الكنيسة ابونا شوف هما بيقولوا ايه واقطع هواك. ما تقولش انا عاوز، لا قول ربنا عاوز. فانفصال ارادة الله عن ارادة الانسان هي دي مشكلة الانسان، دي اللي مخليه الواحد مش مرتاح ابدا. زي ما تفصل الكهرباء عن التلاجة تبقى خلاص ما بتتلجش، مبقاش ليها اي دور، بقت حتة حديدة يعني. فلما الواحد ينفصل عن خطة ربنا وإرادته بقى مجرد حتة حديد ملوش أي دور. من أعلمك أنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك ألا تأكل منها؟ هي دي أساس كل المشاكل. تلاحظوا في القداس الإغريغوري نقول إيه، أكلت بإرادتي وتركت عني ناموسك برأيي. هذه الحرية، أنا اللي عملت كده، أنا اختطفت لي قضية الموت، مش ربنا موتني، لا أنا اللي جبت الموت لروح، أنا اللي بجيب عدم السلام لنفسي، أنا اللي بغرق نفسي في مشاكل، ربنا ما بيحبش يعمل كده. يبقى ربنا خلق الإنسان على صورته ومثاله في السلطان، قال له أنت عندك سلطة زيي، يلا مشي الحيوانات ومشي الكون ده كله بدالي، وقال له أنت حر زيي، حتى لو قلت لي لأ أنا هسكت، أنت حر في كل حاجة حتى معايا.
انت كمان تقدر تخلق زيي، بدليل احنا عمالين نبدع اهو. الحاجات دي كلها ابداعات انسانية، لان الانسان على صورة الله في الابداع. انت ما يناسبكش غير تبقى قديس، لاني انا قدوس. فاكرين امبارح، من يبقى في صهيون من يصير يدعى قدوسا. انت مخلوق عشان تعيش للابد، ما تبوظش الغرض اللي انا عملتك عشان. انا ليه بقول الكلام ده؟ يبقى ربنا اراد لنا ان نكون متسلطين، احرار، مبدعين، قديسين، خالدين. ها؟ الله اراد لنا ان نكون صاحب سلطان، احرار من جوه ومن بره، مبدعين، خلاقين، قديسين ودائمين. الانسان اختار ايه؟ بوظ كله. اختار لنفسه عبودية، اختار لنفسه ذل، اختار لنفسه جهل، اختار لنفسه خطية، اختار لنفسه الموت. يبقى إرادة الإنسان عكس إرادة الله. فلما بتقول له لتكن مشيئتك، كأنك بتقول له الحقني من نفسي، الحقني من نفسي يا رب، نفسي هتضيعني، دماغي هتضيعني، عاوزك تمشيني على هواك مش على هواي. يبقى الخطية هي اللي عملت كل ده في الإنسان، العبودية والضعف والجهل والفساد والموت. طب التوبة بتعمل إيه؟ بتصالح الإرادتين. حاولوا تفهموا الحتة دي. يعني إيه توبة؟ طول النهار نزلنا نقول لكم توبوا توبوا توبوا، كل الوعظ توبة وإيمان، إيمان وتوبة، ما ورناش غير كده. الإيمان والتوبة بيرجعوك حسب إرادة الله، يدخلوا إرادتك جوه إرادة ربنا، يمشوك في خط واحد. بدل ما يبقوا خطين متعامدين يبقوا خطين مستقيمين. لما تصدق ان ربنا بيعمل لك كل خير توطي راسك وتقول له موافق. لما تصدق ان وصية ربنا هي اللي تخليك حر وقديس تقول له هعمل وصيتك مش هعمل مزاجك. يبقى حصل ايه؟ ايمان وتوبة. لما تتوب يعني ترجع للخط المستقيم اللي هو إرادة الله، اللي هو القداسة والخلود والبساطة والنقاوة وكل حاجة حلوة، السعادة الأبدية. إيه دي التوبة؟ عشان كده لما بنتوب بنرتاح. بنرتاح ليه؟ لأنك رجعت الفيشة في الكوبس، فالكهرباء اشتغلت، المية بقت ساقعة، فبقت إيه؟ حاجة تفتح النفس، الحياة بقى لها طعم. من غير توبة الدنيا حر والدنيا ملهاش طعم. طبعا مع النعمة، مع التوبة والإيمان، تلاقي النعمة والأسرار اللي إيه تنطقك بسرعة وترفعك عشان تدوق القصد الإلهي إنك تملك مع المسيح إلى الأبد. لا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. يعني إيه؟ مش الشكل ده اللي كان ربنا عاوزه، مؤاخذة يعني، ما تزعلوش، مش المنظر ده اللي ربنا قصده. كان ربنا متخيل يعني له رأي كده انك يبقى وشك احلى من كده. اقصد احلى يعني ايه؟ في سلام اكتر من كده، في ابتسامة لا تفارقك، في وداعة، في تسليم، في بساطة. فانت اتغير عن شكلك بانك غير دماغك دي اللي دخل فيها كلام الناس وارادة الناس، الموضة والسياسة واللي عاوزينه الناس نعمله. جدد ذهنك ورجعه وقول له انت عاوزني اعمل ايه؟ انا عشت حياتي كلها بقول انا عاوز اعمل ايه؟ او الناس عاوزه مني ايه؟ ما تيجي بقى نغير البرنامج ونقول لا ناس ولنا، انت يا رب عاوزني اعمل ايه؟ انت خلقتني ليك حق عليا، وانت اللي عارف انا اتعمل لايه؟ انا يناسبني ايه؟ تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم عشان تختبروا بقى، يعني ترجعوا للخط. إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة، the good acceptable and perfect will of God. أحلى حاجة وأنسب حاجة وأكمل حاجة ليك دي أنت مش عارفها عن نفسك. بولس الرسول كان ماشي بدماغه ومتصور أنه بيحقق نفسه، وشاب فريسي متعصب ومذاكر يوناني وعارف عبري وتلميذ غمالائيل وابوه راجل غني، واخد في وشه كده وبيعمل اللي في مزاجه. وبعدين ربنا قال له مش دي خالص الخطه بتاعتي، مش دي ارادتي، انا شايف لك شوفه تانية خالص، تعالى بس دخلك في ارادتي انا وافرجك. فلما قال له يا رب ماذا تريدني ان افعل، قال له بس كده افرجك بقى، تعالى.
ذلك اللي انا كنت عاوزه. صار بولس الرسول الإرادة الكاملة المناسبة الصالحة المرضية. تسأل بولس في آخر حياته راضي عن حياتك؟ يقول في أحلى من كده. كنت حتة يهودي متعصب، عمل مني مش بس بني آدم، ده عمل مني رسول وقديس. تفاضلت نعمة ربنا علي جدا. يسوع المسيح جاء ليخلص الخطاة الذين أولهم أنا. يبقى إيه؟ لقى إرادة الله. إحنا لسه تايهين في الدنيا لأن ما اتظبطناش على إرادة الله، ما دخلناش في الفورمة اللي هو عاوزها. لما تدخل في الفورمة بتاعته تلاقي نفسك كل حاجة جميلة، very good و very perfect، مظبوط قوي. اللي احنا فيه مش مظبوط قوي لأن لسه دماغنا معطلانة ودماغ الناس حوالينا معطلانة. التغيير المستمر هو ده التوبة المستمر. عشان كده لما بنقول له لتكن مشيئتك، يبقى الواحد فينا بيقول لربنا كل يوم يا رب لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. يعني مشيني زي ما بتمشي السماء، زبطني زي ما بتزبط السماء، زي ما كلامك في السماء ما ينزلش الأرض أبدا، خلي كلامك في حياتي ما ينزلش الأرض أبدا. أعمل بالظبط اللي أنت عاوزه، مش مهم دماغي ودماغ اللي حواليا. الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. لما تبقى عارف كده هتبقى غرضك من التعامل مع كل الناس، أقرب الناس وأبعد الناس، هو غرض ربنا اللي هو إيه؟ نفس الناس تعرف ربنا، يخلصون ويعرفون الحق. ما خلاص أنت اتظبطت على الإرادة الإلهية. فلما تسأل واحد فيكم أنت عاوز إيه؟ يقول لك أنا مش عاوز غير الناس تعرف ربنا. ليه؟ لأن ربنا مش عاوز غير كده. طب يبقوا أغنياء ولا فقراء مش مهم، ياكلوا ولا يصوموا مش مهم، مهم يعرفوا ربنا صح. حاسب لأنه في الآخر لو ما دخلناش في لتكن مشيئتك، الخوف من عكسها أن ربنا يجي الوقت اللي يقول للإنسان لتكن مشيئتك يا إنسان. الله قد يقول للإنسان لتكن مشيئتك. دي جاية فين دي بقى؟ في روميا واحد يقول كما لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم، يعني طلعوا ربنا من حياتهم خالص، سلمهم الله إلى ذهن مرفوض، قال لهم طب اعملوا اللي انتوا عاوزينه بقى ليفعلوا ما لا يليق. كلامه عن الوثنيين واللي عايشين في الخطايا، قال في الآخر ربنا رفع إيده قال خلاص اعملوا اللي انتوا عاوزينه فهلكوا. يعني ربنا قال له لتكن مشيئتك يا إنسان. يبقى نرجع نقول له يا رب أقدم لك يا سيدي مشورات حريتي. يا رب ما تسيبنيش حر نفسي، سوقني سوقني مشورات حرياتي، صك الحرية هو برجعهولك وبقول لك أنا مش عاوز أبقى حر، أنا عاوز أبقى عبد، جرني جر، شدني غصب عني. طبعا هو مش هيعمل كده، بس لما تقول له كده فيها تسليم إرادة حر، يبقى بتعمل دورك برضه. وهمشي على كلامك، أكتب أعمالي تبعا لأقوالك، يعني اللي هتقوله هعمله بالحرف. قل له آه يا رب أنا عبدك، أنا عبدك ابن أمتك، حللت قيودي. طب منين حللت قيودي ولسه عبد؟ ما هو عبد بإرادته. فمين الفكرة؟ حريتنا إن إحنا نقول له يا رب إحنا عبيدك باختيارنا بقى، فبنوطي راسنا بمزاجنا، ما بيوطيش راسنا بالعافية. لكن لما نوطي راسنا بمزاجنا نتمتع بحرية مجد أولاد الله وبكون عبيد لإله طيب. باسم الرب أدعو. أرجع تاني وأقول يا جماعة لتكن مشيئتك فيها معنى عميق قوي. ربنا عاوز كل حاجة حلوة، الله يريد قداستكم، إرادة الله قداستكم. تقول له لتكن مشيئتك، يقول لك عاوز قديس، تقول له إيدي على إيدك يا رب، يقول لك موافق، يلا مد إيدك وأنا مد إيدي، يلا صلي وأنا عليا أفرحك، اقرا الانجيل وانا افهمك، حب الناس وانا اخلي قلبك نظيف، اخدم وانا اجيب لك، خليك تكسب ناس، اعمل اي حاجه وانا اعمل الباقي كله. لالهنا كل مجد وكرامه للابد.